فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أسماء أصنام المشركين مشتقة من أسماء الله الحسنى؟ يقال إن اللات اشتقوها من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. الله أعلم، هذا عند تفسير قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن هذا من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى بها الأصنام. نعم.